السلام عليكم اخواني واخوات المتابعين الكرام، نتمنى تكونوا مزيانين وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد التطبيق هائل جدا، مهم لكل يوتيوبرز، لكل مبتدئين ان شاء الله في القنوات ديالهم. هذا التطبيق غادي يساعدكم ان شاء الله بانكم تحسنوا الفيديوهات ديالكم. ما تمشيو فين، بقاو معايا الفيديو، غادي تشوفوا الطريقه ديالو والشرح ديالو مبسط. المهم هذا التطبيق هذا انا غادي نوريكم فين غادي نمشيو. غادي نمشيو للبلاي ستور، غادي نمشيو للبلاي ستور كيف ما كتشوفوا هنا، وغادي نكليكيو على بلاصه غوشيرش، غادي نديرو تشيب، غادي نديرو تشيب بادي كيف ما كتشوفوا هي عندي هنا تشيب بادي، شفتوها هي. هذا هو التطبيق، هو هذا التطبيق اللي هضرت لكم عليه. غادي نديرو اوفغيغ. انا ديجا التطبيق عندي في التليفون، ديجا هو عندي كنخدم به. كيف ما قلت لكم هذا التطبيق هذا اول مره غادي تدخل لي غادي يقول لك ضروري غادي تدخل الجيميل ديال القناه ديالك، يعني جيميل خاص بالقناه، ما عنده حتى شي ضرر على القناه ديالك، بالعكس راه غادي يفيدك اكثر بانك تصوب القناه ديالك وتصلحها. كيف ما قلت لكم هذا هو التطبيق، هو هذا. انا غادي نوريكم مني غادي تدخلوا ان شاء الله، سمحوا لي مني غادي تدخلوا غادي يقول لكم تدخلوا المدباس والجيميل ديال القناه، وغادي تدخلوا وغادي يبان لكم الفيديوهات ديالكم كاملين هذا التطبيق هذا. غادي تبداو تكليكو على فيديو فيديو، غادي تشوفوا شنو هما المشاكل وشنو هما الحاجات اللي ماشي هما هذوك في القناه ديالك وبالنسبه للفيديو بالاخص الفيديو غادي يبان لك كل حاجه في الفيديو ديالك اشنو خاصك. مثلا انا ناخذ الفيديو الاول هو هذا عندي، غادي ندخلو. ملي غادي تدخل اول مره راه غادي تشوف على ان الفيديو ديالك خصو بزاف ديال الحوايج. هنايا غادي يبان لك اول حاجه اللي هي الصوره المصغره، كيف ما كتشوفوا اول حاجه هي الصوره المصغره. الا كان عندك هاد اللون الاخضر، الا كان باللون الاصفر عرفوا باللي عرفوا باللي عندك مشكل في هذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا. اول حاجه اللي هي الصوره المصغره، الصوره المصغره الا كان عندك هذا بالصفر عرف بلي ان الصوره المصغره ديالك في هذا الفيديو هذا راها ماشي ديالك، خاصك تحاول تصلح هاد الصوره المصغره، خاصك تعاود تقادها راه ماشي هي هذيك. بالنسبه للحاجه الثانيه اللي هي اد تاغ تو يور تايتل، يعني كيقول لك العلامات في العنوان، العلامات الخاص، يعني علامات كتكون علامات خاصه في العنوان، يعني هاد العلامات الخاصه في العنوان خاصها ضروري تكون في العنوان. يعني العنوان مثلا، عنوان عندنا مثلا كيهضر على مثلا على الطبيعه ولا على شي حاجه، خاص يكونوا هاد العلامات هادو كيف ما كيكونوا في الوصف خاصهم يكونوا حتى في العنوان ياك. بالنسبه للعنوان هذا، الحاجه الثانيه بالنسبه للعنوان هاد اد تاك تو يور ديسكريبشن، يعني كيقول لك خاصك تحط العلامات في الوصف، يعني خاصك تحط وصف في الفيديو كيتضمن هاد العلامات هادو، وخاصك تهضر على هذاك الفيديو شنو هاد الفيديو شنو كيقول، يعني خاصك تحط وصف ديال هذاك الفيديو خاصك تحطه، يعني باش يكون عندك الفيديو صحيح ما فيه حتى شي اشكاليه كيقول لك باللي خاصك تحط علامات في الوصف. بالنسبه هذه كنهضر على الوصف ديال الفيديو. اما تيتل لانجويج، يعني كيقول لك باللي العنوان خاصو يكون ماشي طويل بزاف وماشي قصير بزاف، الا كان قصير انا ما غاديش يعطيك حتى شي حاجه، يعني يلا غتحط تقريبا فيه الوصف فيه العلامات وما غاديش تكمل، يعني ضروري خاصو يكونوا فيه علامات ويكون العنوان كيهضر على الفيديو شنو تيقول، يعني خاصو يكون يضمن داكشي اللي في الفيديو، يعني ماشي مثلا الفيديو في بلاصه والعنوان في بلاصه اخرى، لا هذا خطا، يعني كيسبب لك مشكل في الفيديو ديالك ويسبب لك مشكل في القناه من بعد. كيف ما قلت لكم خاص الفيديو ما يكونش قصير وما يكونش طويل، ما يكونش قصير باش ما يتخلقش لكش مشكل، وما يكونش طويل بزاف باش هذاك المتتبع اللي متبع القناه ديالك ولا كيشوف القناه ديالك ما يجيش داك العنوان طويل بزاف ويجي صعيب انه يقرا، حيت كاين الناس بزاف ديال الناس ما كتكونش يعني عندها الخاطر ولا عندها داك يعني باش انها تقرا واحد الفيديو طويل بزاف، ما تقدر تزعف من الفيديو، كتزعف من هذاك العنوان تزعف، يعني ما يعجبهاش مثلا هذاك العنوان يجيها طويل بزاف. خاصك دير عنوان يكون مناسب للفيديو. هادو اربع علامات مهمه جدا جدا جدا، هادو هما العلامات المهمه، يعني خمس علامات كاينين، انا غادي نوريكم العلامه الخامسه. هادو خمس علامات خاصهم ضروري ضروري يكونوا في
الفيديو، يعني كل فيديو حطيتي خاص يكون فيه صورة مصغرة، يكونوا فيه علامات في العنوان، يكونوا فيه العلامات في الوصف، يعني يكون الوصف على حسب الفيديو، ويكونوا فيه يكون العنوان مناسب للفيديو. هادو أربعة العلامات خصهم يكونوا ضروريين ضروريين في الفيديو ديالك باش يكون فيديو ناجح وما فيه حتى شي مشكل. بالنسبة للعلامة الخامسة اللي هي اد كارد، يعني بطاقات، خاص يكونوا في هاد الفيديو هذا يكونوا فيه بطاقات، كيكونوا فيه مهم انت على حسب الاختيار ديالك، تقدر تحط بطاقة وحدة، تقدر تحط جوج ديال البطاقات، ولكن كتكون حتى واحد نهاية الشاشة، كتكون عندك واحد نهاية الشاشة كتكون حاط فيها عنوان ديال واحد الفيديو ديالك انت كتحطو، باش اساس المتتبع الى شاف الفيديو ديالك كيدخل وكيشوف هذاك الفيديو اللي كتقترحه عليك اليوتيوب، تتحط هذاك الفيديو من اقتراح، من كتكتب لك من اقتراح هذا الفيديو تتحطو لك في الفيديو ديالك، باش كيسهل على المتتبع ديالو انه يشوف الفيديوهات ديالك ويكمل المشاهده في الفيديوهات ديالك، وهكذا كتجيب يعني مشاهدين اكثر وكتجيب متتبعين اكثر للقناه ديالك، وهكذا يعني كتساعد القناه ديالك باش انها كتطلع في البحث ديال اليوتيوب، وتتكون يعني في كتكون يعني بالنسبه للعنوان وبالنسبه للعلامات كيساعدوك اكثر اكثر في البحث، وكيجيو يعني اي مثلا دخلنا مثلا كنقلبوا مثلا على مثلا حلوه بالشكلاط، يعني راه كيعطيك بزاف ديال 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 العناوين في اليوتيوب، ولكن كتقول كل حاجه وكتعطيك، يعني كتقدر انت هذاك من هذوك العلامات اللي حطيتي تقدر تكون حتى انت من هذوك الفيديوهات اللي كاينين في البحث في اليوتيوب، يعني كتقدر انك كتسهل ماموريه على هذاك المتتبع انه يلقاك من هذوك الناس اللي كاينين في البحث، علاش لا، وبهكذا كتساعد القناه ديالك باش كتطلع في البحث وكتكون يعني مزيانه، قد ما كانت القناه طالعه في البحث قد ما كتكون مزيانه. مهم نرجعوا للتطبيق ديالنا، كيف ما قلت لكم هادو خمس علامات، الاولى الثانيه والثالثه الرابعه والخامسه، كيف ما قلت لكم هما خمس علامات خاصهم يكونوا ضروري في الفيديو. بالنسبه لهذا التطبيق هذا راه تطبيق سهل 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 جدا وما فيه حتى شي اشكاليه، بالعكس كيساعدك. بالنسبه انا كنهضر على الناس اللي عندهم قنوات اللي يلاه بادين يلاه بداو في القناه ديالهم، هذا فيديو هذا الفيديو هذا قلتو الناس اللي يلاه بادين، كيف ما نقول لكم مازال كنكررها، الناس اللي يلاه بادين يلاه بداو كيحطوا فيديوهات، حاولوا تخدموا على هاد خمس علامات ضروريين خاصهم يكونوا في الفيديو، يعني هما تقريبا الركائز الاساسيه في سياسه اليوتيوب، يعني الركائز الاساسيه اللي كتكون انا كيف ما قلت لكم انا غادي نقول لكم كان ديجا عندي مشكل في القناه ديالي لانها ترفضت جوج ديال المرات من طرف اليوتيوب، وانا صراحه ما كنتش عارفه شنو هو المشكل، كل مره تيقولوا لي بلي هذا المحتوى معاد استخدامه، كل مره تيقولوا لي بلي هذا المحتوى معاد استخدامه، انا ما كنتش عارفه المشكل عندي هو انه في الفيديوهات ديالي كانوا فيهم هذا المشكل. انا غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو، غادي نحطه لكم في الوصف ديال هذا الفيديو هذا، غادي تلقاو الرابط ديال الفيديو لاسباب رفض اليوتيوب القناه ديالي، يعني غادي تعرفوا شنو هما الاسباب الرئيسيه اللي خلات اليوتيوب انها ترفض لي القناه، لاني الصراحه كنت يعني عندي بزاف ديال الحوايج، وغادي تصنتوا الفيديو غادي تدخلوا تشوفوا الفيديو وغادي تلقاو على ان هذا الفيديو هذا غيقول لكم شنو هما الحوايج اللي ما خاصكمش ديروهم والاخطاء اللي ما خاصكمش ديروهم باش ان شاء الله تنجحوا القنوات ديالكم وان شاء الله توصلوا لقدام. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، هذا هو الشرح ديال هذا التطبيق، هذا تطبيق سهل 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 جدا وتيعاونكم بزاف باش انكم ان شاء الله تقادوا الفيديوهات ديالكم وتصوبوا الفيديوهات ديالكم وان شاء الله تقبل القناه ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق. ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للقناه باش يوصلكم دائما دائما الجديد ديالي ان شاء الله. شكرا لكم على التتبع ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد، ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال التطبيقات بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي تساعد الناس المبتدئين بزاف بحكم تجربه، ولو هي تجربه قليله جدا وما عنديش يعني خبره كبيره، ولكن اي حاجه كنعرفها وغادي تكون فيها الفائده والاستفاده علاش لا ما غاديش نحطها لكم، باش ان شاء الله كلنا نستافدوا وكلنا ان شاء الله نوصلوا لداكشي اللي بغينا. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامه.